من النظرة الأولى، شعور بالقداسة والجمال تلوح لها القلوب في بيت علام الغيوب. 365 يوما في صناعة هذا الجمال القدسي. في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة تحل أجود أنواع الحرير العالمية، وضمن معايير الجودة يتم اختباره بشكل مركز ودقيق ليقاوم الاحتكاك ويصمد في أقصى الظروف المناخية المتغيرة لتنسكب الجودة وتمزج بين النعومة والمقاومة في معادلة تليق بكسوة الكعبة المشرفة، ليتهيأ بعدها لمرحلة الصباغة. الحرير الخام يأخذ مكانه استعداداً لغسله، ينساب الماء داخل خصلات الحرير، وبدرجة حرارة دقيقة ووقت محدد يصبح الحرير خصلات بيضاء ذات بريق ناعم. يسكب محلول اللون الأسود في حوض الصباغة ويبقى هناك منتظراً البصمة التقنية ليمتزج مع خصلات الحرير الفاخرة. وبعد لحظات يحل اللون الأسود موطنه الجديد، وبعد ساعات تهب نسمات الهواء لتحرك خصلات الحرير بعد الجفاف. تدور عجلة العمل ليتم تحويل شلل الحرير إلى بكرات في قسم النسيج الآلي، وهي المرحلة الثالثة، حيث يتم تحويل خيط الحرير إلى خيط متين يحوي 9 خيوط وينظم في بكرات ضخمة منظمة. ومن تلك البكرات ذات الخيط المتين تتم حياكة نوعين من القماش، قماش سيحلى بالآيات المذهبة يتألف من 10,000 خيط، وقماش يحمل ملامح التوحيد في زخارف بديعة، وهو بعرض 1 متر يجمع ليكون قطعة واحدة. الآيات القرآنية الذهبية حساً ومعنى كتبت بخط الثلث الأصيل، وما أن تقترب من جمالها حتى تكتشف أن لكل خط ونقطة قصة بمداد الحبر والحرفة، حيث تكتب الآيات بمقاس محدد استعداداً لمرحلة الطباعة والتطريز. اللون الأحمر هنا يضفي خصوصية المعمل لتحضير ألواح الطباعة لجميع المخطوطات والزخارف القرآنية، وهي الملامح الأولية لتلك المخطوطات والزخارف. يشد القماش الأسود المتين على منسج خشبي وبمقاس محدد، يتغلغل اللون على القماش ليرسم دليلاً واثقاً يتتبعه الحرفيون المهرة. أسلاك الفضة المكسوة بالذهب تعانق الخيوط القطنية الصفراء، وأسلاك الفضة النقية تكسو الخيوط القطنية البيضاء، لتشكل لوحة عبقرية بنصوص بارزة مكسوة بالذهب والفضة، دقيقة كرأس الإبرة تصف معادلة اليد والحرفة، لتؤكد إيمان المملكة العربية السعودية بأن الله جميل يحب الجمال. تتم حياكة القماش على شكل قطع منفصلة تغطي كل ناحية من الكعبة لتكون 4 قطع، وخامسها ستارة الباب، وتشد لبعضها لتشكل الجمال المهيب للكعبة.
وضمن مكائن خاصة يتم جمع كل جهة من الكسوة مع البطانة الداخلية البيضاء وبمسار منتظم وثابت، وتضفي الآيات المذهبة اللمسات الأخيرة على رداء القداسة والجمال. ثم يتم بعد ذلك فحص الكسوة لتقييمها تقييماً شاملاً لضمان الجودة والتفوق. وفي منتصف ذي القعدة يتقدم فريق الكسوة يحملون بأيديهم القماش الأبيض ليوضع على الكعبة المشرفة. يرفع الثوب 3 أمتار استعداداً لموسم الحج. وفي 8 من ذي الحجة تحل الأركان المذهبة بالكسوة وتودع الستارة باب الكعبة. تزف الكسوة الجديدة للكعبة فجر 9 من ذي الحجة بشوق يحملونها وبشوق تتسابق لمكانها لتعتلي الكعبة وتأخذ موضعاً يليق بمكانتها. لحظات وتودع الكسوة القديمة أعين الطائفين والمصلين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في كل عام تكسى الكعبة المشرفة بحلة جديدة تأكيداً للاهتمام الذي توليه المملكة بالحرمين الشريفين، وتأدية للأمانات إلى أهلها. تسلم كسوة الكعبة الجديدة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام. اللبنة الأولى التي وضعها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله لكسوة الكعبة في عام 1347 هجرية وأكملها أبناؤه من بعده، صنعت فارقاً في تاريخ الاهتمام بالحرمين الشريفين، وأصبحت كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.